أول شيء المرأة من السلعة، وأكيد أنا ضد هذا الشيء تجاه المرأة، وبنتيجة أي شخص أو أي رجال بيعتبر حاله أو ضد هذا الشيء إنه يضرب المرأة أو يتعنفها بطريقة معينة بالاغتصاب أو بأي شيء ثاني، أبسط شيء هو حيوان. لا لو على الطريقه دي لا طبعا المفروض يكون برضا الزوج والزوجه يعني. اوكي يعني بفضل كده يعني برضا الطرفين برضا الطرفين طبعا، لان بعد كده بتبقى عمليه حيوانيه يعني ما بتبقاش لها. سو انت مع انه هذا الشيء يجرم ويعاقب عليه بالقانون اذا ما كان في رضا من الطرفين؟ يعاقب عليه بالقانون بتاعي ممكن يفضل يعني. لازم ينحبس. ليش؟ حتى ما يتكرر مع غير ناس كمان، ما يتشجع حتى مع انه هن مزوجين. ما مش دوم يعني انت لازم يتحاسب على كل شيء. يعني انت برايك الاغتصاب الزوجي هو اغتصاب؟ صح. شو تجوز اكثر ورا جوزها حتى ما بتخلي لها جوزها عم يسبها من عندها كذا بوي فريند يعني انت مش مع برا بطلع جنبته لانه جوا وهو كمان يكون محمص بالبيت ما بخليها حمص او مقلي. فانت رايك انه عم يغتصبها لانه هي عم تظهر عليه يعني منيح تيجي على البيت شبعانه. هيك رايك؟ لا لازم يتعبوا الاثنين، يلي اغتصب يلي اغتصب. منيح انت منك تشوفي المصنف يعني اذا كل شيء بالزور مش حلو. كل شيء يعني اذا بالغصب. بالزور بالغصب مش حلو. التفاهم كل شيء بيتصلح. انت مثلا اذا تزوجتي كل شيء اذا بالزور يعني هيدا كانه عم بيستعملك يعني عم يتعدى على جسمك. ما حلو. بس هو انت برايك لازم يتحاسب عليه بالقانون؟ بودي انا حبس يعني زوجي اغتصبني اغتصاب انا بودي ما زيت الشيء ما زيت الشيء. اذا بيغتصب مرته ان شاء الله بتكون مش متزوجها هاي اسمها اغتصاب، فاكيد هيدا عم يجبرها على شيء ما بدها اياه، فاكيد هيدا لازم يتحاسب بالقانون لانه اصلا ما بيكون انسان، واللي ما عنده انسانيه فاكيد لازم يتحاسب. قانون كثير بالمره يعني ما عليه يعني ما في شيء بيصير بالغصب يعني حتى لو كانت مرته كل هالنقطة معناتها غريبة عنا، صفة كأنه شيء غريب، واحد غريب يغتصب بطل زوجة. أكيد أنا ضد الاغتصاب الزوجي لأنه العلاقة الزوجية هي علاقة حميمة بين رجل ومرأة، فالاغتصاب الزوجي يعتبر مثل كأنه اغتصاب عادي، يعني واحد كأنه عم يجبر مرته إنه يكون معه بطريقة غير محببة. أكيد إذا كان في أسباب مقنعة أكيد لازم يكون في محاسبة.